إذ كنت سائق سيارة كبيرة في ديالى فقد تستغرق 3 ساعات للتزود بالوقود. أزمة زيت الغاز بدأت تتفاقم منذ عدة أيام لتصطف مئات المركبات بطوابير طويلة أمام محطات الوقود، ما أدى إلى توقف أعمال المواطنين المرتبطة بمركبات الحمل والأجرة. إحنا أصحاب عمل، العمل من الصبح زين، إحنا من الصبح قاض بنسرع الغاز ل 12 الظهر، هسه ال 12 شوف السرع، زين ايش وقت نطلع للعمل؟ وبس الوحيد هاي المحطة. أكثر من 10 محطات في قضاء بعقوبة، غير أن الغاز لا يتوفر إلا بمحطة واحدة فقط وبنصف طاقة تعمل على 12 ساعة، رغم قرار وزارة النفط بالعمل على مدار 24 ساعة ليؤدي ذلك إلى رفع الطلب على الغاز من المركبات بالإضافة لأصحاب المولدات والآليات الإنشائية. هم اللي يضخون بالاهالي، يعني ما يصير هيك ازمه يا عمي، يعني ان شاء الله الغاز يعني من 3 ساعات 3 ساعات ونص ساعتين ونص، يعني كل الزحم نجي من الصبح من الغبشة نبات من الساعه 3 4 نجي لما للـ8 يلا يفتحون المحطه. وترتفع المطالبات في ديالى لجهاز الأمن الوطني بالتدخل بشكل مباشر لمسك زمام الأمور والسيطرة على حصة ديالى من المنتوج وآلية توزيعها، عسوة بأزمة البنزين التي أسهمت بإنهائها بعد ساعات قليلة على تسلم ملفها. الناشد الجهات الحكومية المختصة، الناشد الأمن الوطني، الناشد محافظة ديالى بتوفير الوقود. احنا كأصحاب السيارات نعاني من هذه الأزمة، يعني احنا هسه كأصحاب سيارات لازم سرعاني من الساعة 9:30 وحاليا الساعة 11، يعني كل ما تيجي تريد تفول غاز انت لازم تنام بالازدحام 2 أو 3. وتستمر طوابير المركبات امام محطات الوقود حتى تضع الجهات المعنية الحلول لها بتوفير الغاز او على الاقل منع المتاجرة به للقضاء على الأزمة. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.